الامتحان زي توت، بس انه الجلسه الاولى يعني منيح نوعا ما، مش صعب كثير. الجلسه الثانيه ان شاء الله سهله، توجيه بشكل عام سهل بس بده دراسه، اللي درس بقدم منيح واللي ما درسش على الفاضي. يعني بحكي لك صعب بكونش دارس منيح، واللي بحكي لك سهل بكون دارس. والله جلسة اليوم يعني مش منيحة، بس انه اهون من تبعت الجلسة الاولى. يعني جلسة الاولى اجت معقدة كتير يعني، وفيها كتير صعوبة. يعني اليوم بجوز خففوا شوي بس برضه صعبة، فيها صعوبة. هاي الانجليزي اليوم كان سهل، جابوا قصة روميو وجولييت. طبعا المراقبين ولا بد عندك، بضلهم 24 عدوينهم الطلاب. ثاني شغلة الامتحان قالولنا بدهم يسهلونا اياه، وعندك في التصليح وابصر ايش وعاشي فاضي. ثالث شغله بدي اشوف، انا نفسي اشوف اللي بحط الامتحانات هاد، اللي هو من التربيه، من وين ابصر من وين جايبينه؟ بيبقى جايبه من برا الماده. يراعونا في ظل الظروف اللي احنا عشناها. يعني احنا ب 2002 جينا على الانتفاض صح ولا لا؟ فوجينا هلا كورونا، ما قدمناش تجربه اول شيء، يعني ما كناش دارسين منيح، حكينا بندرس بعد التجربه. فرعونا شوي بالامتحانات وبالتصليح وايه بس، ورعونا في ظل الظروف اللي عايشينها في البلد، كورونا ومنا نحكي. يعني الرسالة الوحيدة اللي بدي اوجهها لوزارة التربية والتعليم ان التجديد على المراقبة داخل قاعات الامتحان. يعني بشكل عام ده كلك الطلاب بيكونوا دارسين وبحرثوا شهر كامل، بيجيبوا معاه معدل 70، بيجيب معدل 70. يعني منطالب انه يخففوا علينا، يراعوا ظروفنا، يراعوا الظروف اللي مرينا فيها بغض النظر عن الفتره اللي قعدناها، بس برضه يعني ما ينسوش الكورونا والظروف اللي الناس مرت فيها وحاله الطلاب، الحاله النفسيه للطلاب. برضه يعني يراعوا كل هاي الظروف، ويعني ويحاولوا يخففوا الامتحانات الفتره الجايه ويجيبوها بنمط اسهل، ويراعونا برضه في التصليح خصوصا بماده الانجليزي. يعني يا ريت يعني اللجنه تتراعى معنا كثير، لانه في كثير طلاب شكوا من طب من ماده الانجليزي. رسالتي للتربيه، اعتبرونا اولادهم، يعتبرونا اولادهم مش عدوينهم، مش اولاد احتلال احنا. يعني الامتحانات من برا المواد بيجيبوهم. وثاني شغله اللي بقول لك دارس واللي مش دارس نفس الحكي، وقصه السمات هاي فيش منها، واللي بقول لك كذاب.